لما تبقى محتار تقول هو بيرسي تاو ولا طاهر ولا حسين الشحات ولا امام عاشور ولا ديانج ولا الصاعد الموهوب كوكا ولا الحارس الشناوي، الحقيقه لما يكون عندك منظومه فيها كل هذا العدد وخط الدفاع ياسر ابراهيم ومعلول وهاني عبد المنعم وعبد المنعم المدافع الحقيقه النموذجي، بيبقى عندك فرقه فيها الكوكتيل ده كله ومحتار تختار مين ولا مين، اعرف ان عندك فريق مختلف جدير انه يمثل النادي الاهلي. نشوف راي الكابتن محمد فضل. النادي الاهلي بشكل مفتوح كده، القصه الهجوميه امام النادي الاهلي صعبه، الاهلي يمتلك قوه هجوميه رهيبه جدا، وكولر بيعتمد ان هو يخلص المباراه زي نوك اوت، يعني بيدور على اول 10 دقايق ربع ساعه على هدف باي طريقه يفتح بيه المباراه والمكنه ما بتقفش. صح، اوعى تلعب قدام، اوعى تفتح الجيم قدام النادي الاهلي تزعل. النادي الاهلي ممتع، النادي الاهلي عنده هدوء، النادي الاهلي بيلعب كره حلوه. لو جبنا واستعرضنا الاهداف طبعا امام عاشور ربنا يشفيه، بس امام عاشور لو كان في الملعب لو كان كمل كنت هتلاقي اهداف اكتر. واحنا بنتكلم انا قلت لك يا سيف يمكن قبل المباراه انا كنت متوقع المباراه دي 2-0 او 3-1 النادي الاهلي، حصل 3-1. الهدف الاول هتلاقي ان اللي بدا الكوره حسين الشحات، حسين لعبها لمعلول، معلول بص حسين الشحات لمعلول، تحرك امام عاشور هو ده رقم 10. بص امام عاشور بيطلب الكوره جه شايف، بص حسين الشحات سند كويس جدا وقام جاي حاططها ببطن رجله وردت لبيرسي تاو. كعب امام عاشور يدرس طبعا طبعا، وكعب محمد عبد القادر في المباراه اللي فاتت نفس القصه برضه يدرس. ما انت بتتكلم ان وكهربا برضه كان عمل ثرو باس المباراه اللي فاتت، بس احمد عبد القادر عامل واحده اختها برضه. يعني بص ده معناه ايه؟ ده معناه ثقه وقرار وشايف وفت، وانا عارف قدرات اللي هبقى عامله البوست سواء بكعبي او باي اوان. زي مثلا كره زي دي لو رجعنا، معلش ارجع تاني، الهدف ده اول حاجه حسين الشحات وبيرسي تاو فاتحين الملعب، فالاثنين بيعملوا بنتريشن. كره زي دي كوكا وقف بقى هنا، الاي كونتاكت بينه وبين حسين الشحات، حسين الشحات عارف ان حمدي نجاز على طول فاتح وقدر ان هو يقطم لجوه، وعارف ان كوكا هيحطها له بقوه الباس دي، انفراد هدف. حسين وبيرسي تاو متالقين جدا في حين الملعب. لما سيف زاهر يقول لك كعب امام يدرس، وقبل كده كعب عبد القادر يدرس، اعرف ان انت لما يكون عندك لعيبه في المنطقه الخطره دي واصله بيهم الثقه، ان الباص الخطر جدا القاتل يبقى بالكعب ويبقى للي جاي في ظهره من غير ما يكون رابط بينه، يبقى الاي كونتاكت اللي بيتكلم عنه فضل، الربط بين اللعيبه بعينيهم، لا ده الربط بظهرهم، ده امام بيباص بالكعب وعارف ان حسين جاي وراه من غير ما يشوفه، شايفه بعيونه الخلفيه قوسي، الربط بين حاله من التناغم. بالظبط، دي حاله من التناغم والانسجام والتوافق بين اللعيبه في الملعب، واللعيبه بقت حافظه بعضيها وفاهمه بعضيها لدرجه ان اي لاعب عارف انه يحط الكره هنا هيبقى في هنا، هو عارف هيلعبها بالكعب، عارف ان حسين هيبقى هنا بيتحرك. بالظبط، لما عبد القادر بيعمل الكره كده عارف ان امام مثلا هيبقى، فحافظين بعضيهم. بالظبط، وده شغل تدريبي، ده مش ده ما بيجيش من فراغ، ده تدريب كتير وتجانس كبير ومعايشه كبيره جدا وشغل نظري وشغل عملي بيشتغله المدير الفني، اعتقد حاجه كبيره جدا. يعني زي ما الفضل ان خروج امام امبارح انقذ اسماعيلي من عدد اكبر من الاهداف. الحقيقه امام كان هيفرق كتير جدا لو كان كمل في مكانه، مش تقليلا من البديل اللي نزل، لكن امام الحقيقه عنده قدرات وعنده امكانيات كواليتي عالي جدا، بيفرق مع الاهلي بشكل كبير جدا الحقيقه. يعني سواء ان هو يقدر يتعامل في وسط الملعب كلاعب مدافع بيقطع، او لاعب بيمر بشكل كويس جدا، او بيعمل اسيست، او بيسجل اهداف، عنده قدرات عاليه وقدرات متنوعه تقدر تفيد النادي الاهلي وتقدر تعلي النتيجه وتقدر تصعب من مهمه اي فريق في التعامل معاه. ده فوق مهاراته العاليه في الاستحواذ والكره والتحرك والمراوغه، لا يعني حاجه ما شاء الله، يعني ربنا يشفيه ويرجعه. يعني خالد، انت مع فضل انه اللي يلعب مفتوح قدام الاهلي يتعب؟ طبعا، ويستحمل اللي جرى له بجد، لانه كان في لاعب كان في حرس حدود اسمه زيكو تقريبا، هو انتقل لزيكو، مصطفى زيكو كان ليه لقاء تلفزيوني برضه تقريبا مع كابتن سيف زاهر، وقال اللي ياخد الكوره وانت بتلعب الاهلي، اللي ياخد منه الكوره تحس انك واخد عيل من عياله. ده كلام لعيب قابل لعيبه النادي الاهلي، وده يبين من قوه البريس والضغط، الشراسه الشراسه واستعاده الكره الثانيه، وان انك مش مسموح لك انك تاخد الكوره. انا صاحب الكوره، عارف انت، انا بابا. أيوة. انا يعني انا اللي متحكم في مجريات اللعب، انا اللي دايما ضاغط، انا اللي دايما باصص سيطرتي على الملعب، انا اللي شايف، انا اللي همشي الماتش زي ما انا عايز،
وكولر في اوقات، وده اللي دايما بتكلم فيه، زبريم انت بتلعب منافس، انت ما بتلعبش لوحدك. ايوه انت على فكره دي الحقيقه اللي لازم الناس تاخد ده مهم جدا طبعا. انت باستمرار بتلعب فرقه، وارد ان تسجل، وارد ان تتعبك، وارد ان تبقى ند، لان هي دي الكوره. فما نزعلش الا ان انت لما تبقى انت اقل بكتير من المنافس، لكن هتواجه منافسين ممكن يكونوا في نفس مستواك وفي بطولات تانية ممكن يكونوا اقوى منك، فباستمرار تكون جاهز لتقبل ده. حتى في بعض اوقات المباراه هيكون مسموح، في بعض اوقات المباراه هيكون مسموح لانه يكون اقوى منك. ليه؟ لان في رد فعل. أيوة. لابد انه يكون، اصل النادي الاهلي مش هيجيب جون واثنين وتنتظر من الفريق اللي قدامك ان ما يكونش عنده رد فعل. خاصه لو كان نادي عنده اسم او نادي عنده تاريخ. صحيح. لابد انه يكون هيسعى عشان يضغط عليك، واي اي دفاع في الدنيا، اي خط وسط في الدنيا لابد انه يكون في ثغرات. احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، وحتى لو بتلعب بلاي ستيشن وانت متمكن هتغلط، لان هيكون في مساحات وفي لعيبه قدامك بتتحرك عشان تلعب على المساحات دي. الذكاء هنا بقى انك ازاي والفريق اللي قدامك بيهاجمك تخلص عليه، وده اللي عمله مارسيل كولر وبيعمله مارسيل كولر دايما. ساعات الاهلي بيسيب الكوره، بس وقت ما بيسيب في الكوره بيلاقي في ثرو باص زي كوكا كده بيضرب الدنيا خالص، بيلاقي تمريره زي تمريره رضا سليم، بتلاقي طاهر بيلعب الكوره بالعرض، لو ما راحتش لموديست هتروح اللي جايه من على البعيد يجيب جون. ده ذكاء مدير فني.